سعداء بانه مشرفنا النهارده دكتور احمد شوقي الخبير الاقتصادي، وزي ما قلنا قبل الفاصل الحديث عن قرارات وسياسات البنك المصرفي وسياسات المصرفيه بشكل عام، وازاي ممكن دي تبقى خطوه لاستيعاب ازمه اقتصاديه عالميه بطبيعه الحال موجوده. مساء الخير على حضرتك اولا، وشكرا لانك نورتنا النهارده. شرفنا. اول حاجه نقدر نقول من بشاير تغير السياسات المصرفيه هو انه مثلا اصدار الاستاذ حسن عبد الله القائم باعمال محافظ البنك المركزي قرار بتغيير بقى الحد الادنى للسحب 50,000 جنيه للناس ما كانتش تقدر تسحب وتودع الا مبالغ محدده. اولا ده ممكن احنا نفهمه انه انفراجه في التعاملات البنكيه، موظفين البنوك يرتاحوا شويه، لكن هل ليه معنى اقتصادي اخر؟ هو ليه معنى اقتصادي طبعا. الفكره كلها ان احنا ساعه ازمه كوفيد 19 كان الفكره كلها ان في حاله من الضغوط، الفكره قللنا المسحوبات النقديه عشان الناس تبتدي تتوجه للتعامل غير النقدي، وكان ده اجراء احترازي قام به البنك المركزي المصري. ومع انخفاض تداعيات الازمه بشكل تدريجي ابتدى خلاص مش لازم يبقى في ضغط على المسحوبات. احنا بدل كنا 50,000 نخليها 150,000، لان ما قبل ذلك كان بيتم بشكل استثنائي. فعشان نقلل حجم الاستثناءات اللي بتتم للعملاء فخلاص احنا نخليها 150,000. والواضح كمان ان احنا مش فتحناها قوي، لا هي 150,000. الجميل اكتر في الموضوع ان هو فتح حجم الايداعات على ماكينات الصراف الالي، لان طبعا كان اي حد بيروح يودع جوه ماكينات الصراف الالي كان ماكسيمم الليمت بتاعه 20,000. دلوقتي بقى المبلغ مفتوح، وده في ميزه كبيره جدا. الميزه كبيره ان اي عميل بيتعامل مع القطاع المصرفي معاه كاش، هو كان ممكن يكون عنده شويه قلق، طب ما انا هحط الفلوس هسحب 50,000، لا يا سيدي معاك لغايه 150,000 اهو، ففتحت لك الروم شويه. ده بفضل ان الازمه ابتدت ايه تقل شويه، التداعيات بتاعت كورونا، بلس ان احنا دلوقتي في مشكله بتقابل بعض المتعاملين. انا لو جيت اودعت شيك مثلا بمبلغ 100,000، فبالتالي انا لما هاجي اسحب منه هسحب 50 وال50 الثانيه اتحطوا في حسابي وابتدي اسحبهم، لا خلاص ابتديت تقدر تاخد لغايه 150. طيب على الجانب الاخر حجم الايداعات، احنا لو بصينا مثلا لوداع القطاع المصرفي بنتكلم في حوالي 7 تريليون. عندنا في جزء اللي هو ما يتعلق بالقطاع الخاص، قطاع الاعمال الخاص، بنتكلم في حوالي 950 مليار. انا شايف ان ده هيفتح اكتر حجم ايداعاتهم تزيد من خلال ماكينات الصراف الالي، لان في بعض المعاملات بتتم مش لازم تتم طول اليوم، بتتم مثلا بشكل مسائي والبنك مش فاتح معاك، فبالتالي بالزبط. عندك ماكينات الصراف الالي تقدر تروح تحط وهي فيها، وهي حتى تخفيف عائد على الابطال بتوع القطاع المصرفي. القطاع المصرفي طبعا فعلا اتأخروا وتعبوا قوي الفتره اللي فاتت.